هنبدأ نشرتنا الجوية من مصر اللي بتميل فيها درجات الحرارة للانخفاض وبتصبح أقل من معدلاتها المعتادة في هذا التوقيت من كل عام. والطقس بيكون معتدل الحرارة شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، كمان بيكون الطقس بارد في الليل بوجه عام على أغلب المحافظات، طبعا مع تكون للشبورة المائية. أما في السعودية بيكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة وبيكون مائل للبرودة في شمال البلاد، معتدل في باقي المناطق. كمان هيكون في فرص لأمطار رعدية على أجزاء من جنوب غرب المملكة في فترة الظهر والعصر. في الأردن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً وبتكون أعلى من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين. من المتوقع أيضاً تشكل ضباب صباحي في أجزاء من جنوب وشرق المملكة. في الليل بيكون الطقس بارد نسبياً على أغلب الأنحاء مع ظهور كميات من السحب المنخفضة. في العراق بيكون الطقس لطيف على أغلب المناطق وبارد نسبيا فوق المرتفعات الشمالية وغرب البلاد. بتظهر السحب المنخفضة في بعض المحافظات وبتكون على شكل ضباب صباحي في شمال ووسط العراق. كمان هناك فرص لهطول أمطار جنوب البلاد قد يصاحبها حدوث رعد أحيانا. من الدول العربية خلينا نروح لأوروبا ونبدأ بحالة الطقس في فرنسا تحديدا اللي بيكون فيها الطقس غائم كليا مع فرص لسقوط أمطار ثلجية في الصباح. بتقل حدة الثلوج في الليل عشان تكون أمطار خفيفة مصاحبة للضباب بعد منتصف الليل. في ألمانيا بيكون هناك ضباب خفيف بيستمر حتى فترة الظهيرة في أغلب المدن الألمانية تحديدا في العاصمة برلين. في الليل بيزيد الضباب وبتبدأ فرص لأمطار ثلجية مع الفجر. أما في إيطاليا فبتشهد العاصمة روما سقوط أمطار مستمرة في فترة الصباح والظهيرة، تستمر الأمطار حتى ساعات الليل الأولى وبتزيد كمان فرص سقوط الأمطار الغزيرة على المدن الإيطالية في الجنوب تحديداً. وبنتعرف الآن على درجات الحرارة في عدد من العواصم العربية والعالمية.